Elementary Cycle 1 هو مشروع مدعوم من Right to Play تم تجريبه وتقييمه بالمراكز التربوية التابعة لأونروا. لما بلشنا بالمشروع فكرنا بالفئة العمرية اللي نحن عم نستهدفها اللي هن الطلاب الأول الثاني والثالث ابتدائي، أعمارهم تتراوح بين 6 7 و 8 سنين. بهيدول الصفوف في عنا 4 مواد: English، عربي، Math والساينس. نحن اخترنا أنه نشتغل على محاور مشتركة بكل هيدول المواد. يعني مثلا إذا كان الطالب بالإنجليش عم يتعلم محور بخصه بالسكول أو بالمدرسة، رح يكون بالماث عم يتعلم الجمع بأشياء بتخص المدرسة، مثل أنه يجمع شنط المدرسة، يجمع الكراسي تبعو للصف، وبالساينس رح يكون عم يتعلم الكونسبت مثلا بملعب المدرسة. هيدا الشيء بيخلي الطالب أنه يكتسب مفردات أكتر وأنه يتعلم يربط الأشياء اللي عم يتعلمها بحياته اليومية. بالنسبة للشخصيات، نحن نقينا شخصيات كمان تتماشى مع الطالب بكل المواد. هيدول الشخصيات بيمشوا مع الطالب من الأول ابتدائي للثالث ابتدائي. بالأول ابتدائي بيكون في عنا 3 شخصيات، بالثاني ابتدائي بيزيدوا، تكبر عائلة هيدول الشخصيات بتكبر، وبالصف الثالث كمان بيزيدوا أكتر. نحن وعم نفكر بهدول الشخصيات جربنا ناخد بعين الاعتبار موضوع الانكلوجن. كرمال هيك في عنا وحدة من هدول الشخصيات على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة، باقي الشخصيات من أشكال وأحجام وأعراق مختلفة، وكمان في عنا حيوانات أليفة مثل سعدان بجريد 1، بوبي بجريد 2، وببغة بجريد 3. على صعيد الأنشطة جربنا أن يكون في تدرج بصعوبة الأسئلة من الأول للثالث ابتدائي. كرمال هيك نوعية الأسئلة شوي عم تتغير، وبطلت الإجابة عم بتكون موجودة بالنص دايركتلي للطالب يلاقيها، صار أكتر عم بجرب يحلل ويفكر، وبمطارح تانية عم بيضطر أنه يعطي رأيه، وكمان اللغة عم تتغير من level لlevel. في نقطة كتير مهمة وبتميز هيدا المشروع هي أنه نحن كنا عم نجرب ننمي المهارات الاجتماعية والعاطفية عند الولد، وهيدا الشيء مش بس باللغات بل بكل المواد يلي الطالب عم يتعلمها. بمادة الإنجليش مثلاً كنا عم نجرب ننمي عند الطالب مهارة التكيف مع الآخرين، وهيدا الشيء مش بس من خلال مضمون النص بل من خلال كمان الأنشطة يلي الطالب عم يضطر أنه يحلها ويفكر بطرق كيف ممكن هو يتكيف ويحترم آراء الآخرين. نحن ابتكرنا هيدا المضمون بحب وبشغف. بتمنى أنه هيدا الشيء يوصلكم أنتوا عم بتحلوا.